الآن ماذا تصنع عند الاعتمار عند العمرة؟ خاطر بأوفر ذا ريتويل فند عمرة بدي أنت من تدون باي العمرة. الآن نتكلم عن وضعكم أنتم في المدينة الآن. فبرات نيو أوفر يلي سيتواسي أسبرسونا أنفيز خير المدينة. أنت الآن في الفندق تغتسل؟ نعم. تغتسل. يفرق دخروت فاصل إن ذا هوتيل. وتلبس الإحرام الإزار والرداء. يتركت الإحرام عندي بستات تري ستوك بأوفر خديلتين عمر خديلتين. لكن لا تلبي لا تعقد النية بالدخول إلا عند الميقات. ماري مات دي انتنسي نخنيت بهالفة عشي دي ميقات هبتبرك. وهذا دي ميقات دار دي انتمن دي انتنسي تنيم فور دي العمرة. هذا أفضل لك وتنبه من معك في المجموعة تقول لا أحد يحرم من هنا فقط نحن نلبس فقط. And this is better نتجهز. For this is better for you and then you can also your friends and mensen die met jou mee zijn te vertellen en mee te delen. En je geeft erbij aan dat het puur gaat om het voorbereiden op de umra. أما المرأة ليس لها لباس خاص للحج والعمرة. لا لا يوجد لها لباس. الفراو زي تخين سبيسيفيك كليدين فور ذا العمرة. لكن طبعا المرأة لا تلبس شيء فيه فتنة او فيه رائحة طيب. من فراو بارفيمير زيخنيت تركت اوك خين كليرا ان دي بارفيمير زين. اوف خين زاك دي اندخت انت كان فسيري لبفطر. عندما نصل الى الميقات. من اذا ذا ميقات بريكا. هذا المكان الميقات المدينة له ميزة لان هذا المكان مكان مبارك. Deze plaats is onderscheiden van andere vanwege de gezegendheid van deze plaats. تصلي في ركعتين. Men bidt daar twee rak'at. تستطيع حتى ولو كانت الحمل الآن قال لا نوقف في الميقات لا إشكال مجرد ما يقف الباص وأنت جالس في الحافلة تستطيع تكبر وتصلي. السنة يصح أن تصلى على الدابة على الراحلة على القطار على السيارة على الطائرة. نعم. Deze twee rak'at zijn aanbevolen extra gebeden. Het is niet noodzakelijk om daarvoor uit te stappen of per se in de moskee te bidden. Maar men kan dit ook zittend bidden in de bus of op de rijtuig of in het vliegtuig of in de trein of in de auto. Je kan altijd twee rak'at. Sunna mag je bidden. Sunna mag je bidden als rijdende. حتى ولو كانت الحافلة الآن متجهة لغير القبلة السنة تصح في السفر إلى القبلة أو إلى ما اتجهت به هذه الحافلة. عشان إذا بس هيت يبيت دي تفير ركعات لسه تنين لو ذاك لك ذاكي نذر خبتس ريختين ريخت اسمها الكعبة. وانت الريختين فان الكعبة اس نيت فرأيست إن الأكسترا خبات بل إن فرقليخت خبات. نعم. الآن السنة أن تتطيب في بدنك لا تتطيب في الإحرام. لو طيب واحد منا الإحرام لا يصلح أن يحرم فيه. من دين سخنيت البارفوميرا op zijn kledingstuk. Dus de ihram die hij aantrekt voor de umra, men dient dat niet te parfumeren, maar men parfumeert alleen het lichaam. Dus in het geval van de man, تقليم الأظافر, قص الشعر. نعم. Met kop knippen van of het wegnemen van de schaamharen en nagels knippen. نعم. عقد النكاح. Wat dus ook verboden is gedurende de umra, is het een huwelijksakte opmaken of afspraken maken om te trouwen, noem maar op. طبعا الرجل المتزوج يعني ما يقبر اقرب المرأة. ما يقرب الزوج. ان getrouwde man die komt niet in de buurt van zijn vrouw als het gaat om stadsgemeenschap of alle vormen van wat te maken heeft met wat is een man en een vrouw geschikt. نعم يحرم عليه الصيد. Het is verboden voor hem om te jagen. نعم ويحرم عليه ان تغطية الرأس. Het is verboden voor een man om zijn hoofd te bedekken. ولبس الملابس هذه المحيطة بالأعضاء. يعني الفلينة السروال القميص. Je mag niks aan hebben behalve de ihram. لا مانع انه يغتسل يغير الإحرام بإحرام آخر أما بلباس لا. نعم. Je mag van de ihram wisselen. Dus als je een extra ihram bij hebt. Mag je die gewoon gerust omwisselen. يضع النظارة. الحزام الريم الشنطة هذه يضع الحقيبة الحذاء لا إشكال لكن أكرمكم الله هذه الجزمة يعني لا أيوة إيش سموها أنتم كندرة جزمة الجزمة اللي مقفلة نعم مشكور ما خليت ذراف نعم مار الحذاء يشيخ أي نعال يلبس أي نعال يعني ليس النعال بعض الحجاج يظن أن النعال البلاستيك فقط هو اللي يلبس لا أي نعال مفتوح صندالة دي أوف زي نعم خلاص موخخ ذراف مرضى طيب ويبدأ الآن عند الميقات يلبي
يعقد النية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. بني من دس أنا كنت بعد الميقات دن ماك من دي إنتنسي فور العمرة إن هاي سبريك التلبية أت. نعم. ما هاي سبريك دي إنتنسي أت. دس إنوفاتسي. يكثر من التلبية وارفع الصوت، الرجال يرفع الصوت بالتلبية. دم أنا دي فرات ستم مت التلبية لبيك اللهم لبيك. نعم، لكن هذه التلبية قال عنها جابر رضي الله عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. نعم، لازم ما تخزل ابن عمر شا. جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه هاي أوفر ديز أوفر البروفيسور صلى الله عليه وسلم ده هاي ديز ديز فورد أسبرك في التوحيد. نعم. التلبية اسم اسم فورد دي مونوتيس مونوتيسم بفط. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بعض الحجاج يتغنى بلبيك اللهم لبيك. لا، هذا التوحيد، هذا لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. ما يمكن أن يلحن يقول لبيك الله هكذا، ما يمكن. نعم. صوخ منس دي زينغ ديز التلبية خلير دي خنوم تيس أفخ كرت منس دي نيت ديز التلبية تزينغ مرخون أوت سبريكا. نعم، شيخ الإسلام يقول كلما ينطلق يعني الباص يمشي يمشي هو إلى مكة، مجرد ما يبدأ يتحرك يبدأ يلبي كأنه مجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام أزيخت فنيد بس بخين تترايدة وندينت من ديز التلبية آت تسبريكا ان دور تزيتا ان اتهاوت إن ديك خهور خيفت عن دروب فن الله عز وجل. المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. الفراو ما خارخ أزيخت نيت بديك مت النقاب ان سمقين هنسكون دراخة، لكن عند إذا مر الأجانب بها تغطي وجهها تسدل، يعني هكذا ترمي الغطاء على وجهها. نعم. مارفانير زي بفوت لو دورن ذا ريتويل فن العمرة دان إست فيل فور هار تو خستان أم هار خزيخت أفت شخرمة فن ذا مانا أصدي هار باسيرا سوز الشيخ فور ويلت مالسين والله أعلم. نعم.